هل يجوز الفرح بعدل الله في الظالم دون الشماتة؟ يجوز. الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قال: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب.